البنات. عسلمة. عسلمة. لاباس عليكم؟ الحمد لله. قدموا لي رواحكم. انا سندب. وانا هند. كيفاش جمع سندب هند؟ والله القدر. اخترتوا باش تكونوا صحاب؟ بيان سور. ملي عرفتها. قداش عندكم تعرفوا بعضكم؟ 4 سنين. شنو رايكم البنات في اجواء رمضان؟ والله سافا، ديما رمضان وحده بالجو والمدينه والتيبل باللوز والقهوه العربي. ديما حافله المدينه. انا ما تعديليش رمضان ما غير المدينه العربيه الحقيقه. بيان سور معايا صندوق. وينهم صاحبتكم الاخرين اللي هما تخبيو؟ عندهم تراك. انتوما ليه؟ انت قلت لي ناشطه على تيك توك ومعروفه وديما تحل لايف. اي كيفاش بدا الغرام هذا؟ كبس كبسه. والله الغرام عنده عام كيكا. بون في الكوفيد بديت الحقيقه. قداش عندك توا على تيك توك متابعين؟ عندي برشا، عندي 25,000 بون بوغ لو مومون. بون مش برشا تسمى. ما زلت. انت مقيمه بالخارج؟ اي. مين؟ باري. باريس. اول مره تعدي رمضان في تونس ولا ديما؟ لي ديما نعدي رمضان في تونس. ما عنديش برشا ملي مشيت لباري ديجا عام ونص. اما عديت الشهر الاول في غادي وما نجمتش نصبر جيت لتونس. شهر رمضان؟ ايه. شنو الفرق؟ لي قو رمضان في تونس وحده. غادي غربه تلقى روحك باللي باش طيب تونسي باللي باش تلمو. وني الاجواء تختلف؟ بيان سور سورتو هنده مش معايا. جيت على خاطر هنده. وكما قلت لك اللمه نتاع العائله وكل شيء، كل شيء وحده معناها في رمضان في تونس. كل شيء تستغل كل لحظه في النص الثاني هون. جو بروفيت بديتهم من المدينه سيدي بوسعيد خلي حتى خارجه. انا اي ساقي ساقها من اللي جيت سيبها معاها اكثر ما نحبش نسيبها. عريقة قوية ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قوية على الاخر. ديجا ديما يحسبون اخوات. اي ديما يشبهوا لي هكا. علاش يقولوا ما عادش فما صحاب وصحاب في السماء وبرشا كلام هكا نسمع؟ بين نحب نقول حاجة. اللي صحبة ما عمرها ما كانت بالوقت. وصحبة ما ويقف برسمي والله. دونك مازالوا فما صحاب ومازال فما الخير في الدنيا. شنو رأيك أنت؟ الحقيقة اللي قالته هي ذيك هو كاو. سبحان الله من أول نهار ولينا أصحاب. ما كي نلقاو علاقة هكا محليها بين زوز بنات فما عبيد تحب تدخل ما بينات؟ بون برشا حبوا. فما شكون دخل؟ برشا حبوا أما ما ينجموش. نقولهم تحكي لنا تفاصيل معناها. والله نتاثر كي مش نحكي شنو اللي عم تحكي انت من الفوق الفوق. معناها يجي ويجيبوا لي انا كلام يوصلوا لي بالغلط يوصلوا لها هي بالغلط كهو حاصلوا. heureusement احنا يصيروا مالونتوندو. اما بعد فما كوميونيكاسيون نجي نسالها ديما ما نصدقوش معناها العبيد. وانت نفس الشيء معناها جاوا قالوا لك كلام على هندا؟ ديما يوصلوا لها كلام خاطر ما حبوش يصدقوا العلاقه الرسمية قويه بيناتنا. دونك عمينا ما نسمعش بالطبيعه. تنجم تحكي لنا مثلا موقف هكا ولا حكايه؟ برشا مواقف تبارك الله. يجيو يقولوا لك هندا قالت فيك كلام؟ وانا نقول لهم هندا انا نقول لهم سندا تقول امبوسيبل سندا وانا نقول امبوسيبل يذولي. والله كيفاش تعديو نهاركم في رمضان بالطبيعة؟ في رمضان باهي انا نقوم صباح. نقوم صباح نعمل مارش نشوف قضيتي بنوك وادارات وكلفازات. مواطنين بالخارج. من بعد نمشي نقضي قضية رمضان كزليبيا والفازات وكم حلويات. ما يتاكلوش من بعد. ودنين القاضي ديديكاس لودنين القاضي. صمصة. لي ودنين القاضي. كان بعد ندخل الكوجينه نقلي البريك نحط في قماله. ليه تبارك الله عليه تعلمت من عند هندا. هندا حابقه زين صنيفه. اي صنيفه الحقيقه. كيفاش تعدي نهارك من الاول؟ والله نهاري نقوم صباح نمشي نخدم ومن بعد نروح نقيل ونقوم نشد الكوجينه.
كها ونخرج كي نخلط نعمل شي شويه سبور حاجه كيكا وكها وسينا. يخدم اكثريه اللي يخدموا ما يتعبهمش الصيام برشا، اوكي عادي نهارو في الخدمه يلقى ما يعمل سافا معناها. بالعكس نوصل نص نهار ساي مع شر الاكران تو معناها دخلنا في نص ثاني نورمالمون هكا تعودنا على الصيام شويه شويه تجيك الفشله والكل ما سافا. انا جوفالي فيزا يتعدى الوقت بالخدمه متوحشوا رمضان راه بشوف عرفت باش نقعدوا متوحشينه. اما غير ما هو قاعد يخدم بالرسمي في رمضان، انا جوفا اللي كان يعطيو العباد الكل كون جي خير، خاطر ديجا تمشي لدارها تقول لك ارجع بعد العيد. ولا هذا اللي باش نحكيو فيه تو، باش نقول لك شنو المشاكل اللي تواجه مقيمين بالخارج كي يجيو لتونس. والله اش باش نقول لك، انا راني تونس، تونس بالعوج نتاعها باداراتها الا بلادنا بالحشيشة رمضان بالكل شيء ديما مع تونس. دونك استنست معناها مش جماعه مقيمين بالخارج يجيو ينبروا معناها. زدت مقيمه جديده خاطر مقيمه جديده وزيد باغي كلها توينسه ما تبعتش برشا معناها. دونك سافا استنست الفتره الصغيره اللي عديتها في باريس شنو تعلمت منها؟ الريسبونسابيليتي التجري الوقت يجري بيك لازمك ديما تخدم تقرا تعمل حاجه. في تونس احنا بالحله قهاوي ودخلت فميش معناها ما تلقاش وقت تعمل قهوه كان في لي ويكاند معناها ما يقعدوش برشا زاده في القهوه. اي ما يقعدوش احنا ياسر نحبوا قهوه هاو شكبها وكلم شكون يخلط هاو دراش هاو بتديج هاو غادي فميش كهو. تعلمت نعمل على روحي شويه. انت اخترت مستقبلك في تونس؟ هو اختارني مش هنا. معناها تجيك فرصه هكا نتاع هجره تهجر ولا؟ ان شاء الله هي ان شاء الله فما في البروغرام ان شاء الله. بحذا سندا؟ اي الحقيقه ديستانس ما نجمهاش ما ويلمتنيش ديستانس. اي كهو ديما تتواصلوا مع بعضكم معناها؟ بيان سور اوغوزمون انا نقول قبل كيفاش كانوا يعيشوا ما غير ميسنجر وكل. دونك بالحق اوغوزمون فما سوشيال ميديا ونحكي ومع الفامي وكل. توا ديجا انا امي تقول لي كي تبدا غادي نحكي معاك اكثر وني تلما نخرج وندخل وديما مع اصحاب ما تلقاش فيا رضا. غادي ياسر نعدي وقت نحكي مع ما نحسش بها ديما ديستونس. شنو نخلي لكم الكلمه الاخيره كي تحب تقدم تحيه لاصحابك ولا لعائلتكم؟ نحب نعطي ديديكاس لهاني ماسبا صاحبتي عامله بروجي نتاع حلويات تبيع على ودن القاري. حشمتوني. نحب نعطي ديديكاس لهاني ماسبا وصاحبنا سيد زيد سيد. انا كيفها ونقدم لها هي تحيه سندا ميرسي وصاحبتي زيدا صفاء. وديديكاس الفامي بيان سور على راسي وصافي وسنة اللي معانا توا ومرجونا يحبونا نمشي كها ونقدم للعبيد اللي يحبوني ونحبهم كها. ميرسي البنات.